وعروض باندا هذا الأسبوع، عرض على برتقال العصير المصري نازل من 5 ريال لريال ونص. 5 ريال نازل ريال ونص برتقال العصير المصري، عروض 1 ريال و50 هللة في باندا برتقال العصير. يعني من الحاجات اللي هتكون مهمة جدا في رمضان، نازل من 5 ريال لريال ونص. على العنب الأبيض اللي هو بدون بذر الهندي اللي هو الطويل ده نازل من 9 ريال ل7 ريال، من 9 ريال نازل ل7 ريال، سعره حلو يعني في متناول الجميع. عنب أحمر اللي هو الكبير ده سعره 11 ريال. برضو الفراولة، ده صندوق الفراولة ده شكله حلو جدا، 900 جرام أو 1 كيلو نازل ب20 ريال أو 19 ريال 95 هللة. كمان في عروض على توت احمر العلبة نازلة من 17 ل 14، توت اسود 15 بدلا من 19، التوت الازرق 7 ريال. عروض الفاكهة والخضروات في بند هذا الاسبوع، التفاح الاحمر من عروض 5 ريال 5 ريال، تفاح احمر، في تفاح غلى ب8 ريال 8 ريال، في هنا اليوسفي الباكستاني ب4 ريال، اليوسفي الباكستاني 4 ريال، في برتقال العصير بالكرتون، الكرتون في كام؟ من 5 كيلو ل6 كيلو ب10 ريال 10 ريال بدلا من 19 ريال. الفاكهة في الكيوي نازلة من 9 ريال ل6 ريال الكيلو، من 9 ريال نازلة 6 ريال الكيوي. في المانجا، مانجا تيمور الكيلو نازل من 20 ل15 ريال، مانجا تيمور 15 ريال. كمثرى، الكمثرى من 13 نازله 8 ريال 13 نازله 8 ريال. بابا جيزان نازل من 8 ريال ل6 ريال الكيلو، ده بابا جيزان الكيلو ب4 ريال 95 هللة بدلا من 6 ريال، 4 ريال 95 هللة بدلا من 6 ريال. الموز الكرتون فيه بتاع حوالي 3 كيلو ب19 ريال، قرنبيط او زهرة، القرنبيط او زهرة الكيلو هنا نازل ب4 ريال ونص، 4 ريال ونص بدلا من 7 ريال. الخص نازل من 9 ريال ل4 ريال، ده نوع من الخص يعني. اليوسفي التركي نازل من 9 ريال ل5 ريال. والبرتقال المصري للعصير الكرتون ب10 ريال والكيلو ب1.5 ريال. وفي رطب تمر سكري نازل العلبة كيلو ب9 ريال بدلا من 25 ريال. حلو جدا على الفاصوليا الخضراء، الفاصوليا الخضراء نازلة من 11 ريال ل7 ريال، من 11 ريال نازلة 7 ريال، فاصوليا خضراء طازجة. الباذنجان المدور نازل من 5 ريال ل3 ريال الكيلو، 3 ريال. طماطم احمر هنا شكلها حلو جدا، ده الكيلو ب5 ريال، طماطم هنا الكيلو ب5 ريال. الجزر ب7 والخيار ب6. في طماطم العادية دي بقى طماطم سعودي محلي الكيلو ب3 ريال 95 هللة او ب4 ريال. كمان من اقوى العروض الموجودة في الخضروات والفاكهة وأقوى عروض باندا، كيس التوم الصيني نازل من 4 ريال لريال 95 هللة، ريال 95 هللة. البصل دي من الحاجات المهمة جدا اللي بنحب نقولها، 7 ريال البصل الأحمر، والبصل الأصفر أو البني ده 7 ريال، البصل الأبيض 9 ريال الكيلو. كيس البصل الوسط الأحمر ده 13 ريال. كمان البطاطس الكيس 6.5 6.5. في بطاطس للآلي الكيس زي ما احنا شايفين ده للآلي الكيس ب5 ريال. عروض الفواكه المجمدة في بندا، في هنا الداري، منتجات داري فواكه مجمدة، في كريز وفي توت، الكيس 350 جرام نازل من 21 ل 10 ريال، من 21 نازل 10 ريال فواكه مجمدة داري توت وكريز. كمان
في هنا لب المانجا مونتانا 1 كيلو نازل من 15 لـ10 ريال، من 15 لـ10 ريال. وفي كمان لب الجوافة مونتانا 1 كيلو الاتنين حبة نازلين من 30 لـ16 ريال، يعني راحت 8 ريال. كمان برضو في هنا منتجات السنبلة، منتجات السنبلة أناناس مجمد 400 جرام نازل من 20 لـ14، توت مجمد السنبلة 300 جرام نازل من 33 لـ15، توت مشكل أو توت أزرق السنبلة 350 جرام اللي هو التوت الأسود ده نازل 15 بدلا من 31. على فراولة مونتانا، فراولة مونتانا، فراولة مونتانا 2 كيلو بـ16 ريال، 2 كيلو بـ16 ريال بدلا من 24 ريال. فراولة مونتانا 2 كيلو 16، يعني الواحد 8 ريال. المجمدة في داري، داري خضار مشكل مع ذرة أو يعني عادي خضار مشكل متنوع، داري خضار مشكل متنوع أو خضار مشكل مع ذرة، الواحد 400 جرام نازل الثلاث حبات بـ12 ريال بدلا من 21، ثلاث حبات 12 ريال أو 11 ريال 95. 1400 جرام الثلاثة خضروات مجمدة داري 900 جرام نازلة بـ10 ريال بدلا من 15.5. خضروات مشكلة داري أو بازلاء مجمدة أو فاصوليا مقطعة أو ملوخية، ملوخية مجمدة 400 جرام، ملوخية مجمدة 400 جرام، ثلاث حبات، الثلاث حبات 10 ريال. يعني هنا عروض الـ10 ريال على داري اللي هو حجم 900، خضار مشكل أو بازلاء أو الملوخية اللي هو 3 × 400 جرام أو فاصوليا خضراء مقطعة 400 جرام برضو، 3 حبات بـ10 ريال. السنبلة 400 جرام الحبة بـ6 ريال بدلا من 9.5. السنبلة المنتجات خضروات مشكلة أو بازلاء خضراء كل اللي هي 400 جرام بـ6 ريال بدلا من 9.5. السنبلة في الملوخية مع التقلية، ملوخية مع التقلية 410 جرام، الثلاث حبات نازلين من 24 ريال 75 هلا لـ10 ريال. السنبلة عروض منتجات سادية، في فاصوليا خضراء 450 جرام الاتنين حبة 8 ريال بدلا من 20.5. فاصوليا خضراء مقطعة سادية 450 جرام الاتنين حبة 8 ريال. سبانخ برضو 400 جرام الاتنين حبة بدلا من 12 8 ريال. كمان في بازلاء خضراء او خضروات مشكلة مع ذرة 450 جرام الاتنين حبة 8 ريال اللي هي سادية. منتجات الكبير، شركة الكبير، بازلاء خضراء أو خضروات مشكلة 400 جرام الثلاث حبات 10 ريال بدلا من 15.75. بازلاء خضراء أو خضروات مشكلة اللي هو الكبير الثلاث حبات 10 بدلا من 15.75. كمان في ذرة حلوة أمريكانا 450 جرام نازلة من 11.5 لـ8 ريال، 11.5 لـ8 ريال اللي هي أمريكانا. كمان في خضروات مجمدة أمريكانا 450 جرام، أمريكانا 450 جرام خضروات مجمدة متنوع كل أنواع نازل الاتنين حبة 10 ريال، الاتنين حبة 10 ريال بدلا من 21 ريال. عروض على منتجات شركة رويال، ملوخية مجمدة رويال 400 جرام الثلاث حبات بـ6 بدلا من 18.75. ملوخية مجمدة رويال. في بامية كمان، بامية فاين رويال 400 جرام الثلاث حبات 6 ريال برضو، الثلاث حبات 6 ريال. في فودز بامية زيرو 400 جرام نازلة ب12 بدلا من 15.25، 12 بدلا من 15.25. المنتجات الرمضانية القوية جدا، يميش رمضان، يميش رمضان اللي هو التين المجفف، في تين مجفف، مش مجفف، في قمر الدين، قمر الدين، وفي عين الجمل، عين الجمل هنا هو ده عين الجمل، عين الجمل دي العلبة نازلة 10 ريال 95 هلل، 500 جرام، 500 جرام. في التين المجفف تركي
250 جرام نازلة من 9 ريال ل 7 ريال أو 6 ريال 95 هللة، تين مجفف زي ما احنا شايفين 250 جرام. كمان في مشمش مجفف 250 جرام العبوة، مشمش مجفف انتاج تركيا، الوزن 250 جرام، ده برضو نازل من 11 ريال ل 7 ريال 95 هللة. كمان بقى في قمر الدين، في قمر الدين هنا الوادي، شركة الوادي، قمر الدين برتقال، في قمر الدين برتقال وفي مانجا وفي جوافة، قمر الدين كمان في فراولة، قمر الدين أنواع كتير جدا هنا اللي هو بالبرتقال. طب الحجم بتاعه 300 جرام، كله 300 جرام، الحجم 300 جرام. الأسعار هو طبعا كله برضو تركي، كله تركي. الأسعار اللي هو البرتقال ب7 ريال، والمانجا ب7 ريال، والجوافة ب7 ريال، والقمر دين مجفف عادي بقى ده عادي 7 ريال برضو، الفراولة 7 ريال، المشمش هو أقل حاجة اللي هو 6 ريال، أقل يعني حاجة اللي هو يعني سعره ريال يعني. دي أسعار قمر الدين والمشمش المجفف والتين اليميش رمضان والمنتجات الرمضانية في بندا هذا الأسبوع. عرض قوي جدا على التمر اللي هو السكري رطب سيافا، عرض حلو جدا، نزل من 25 ل 8 ريال 95 هللة. الأسبوع اللي فات كان نزل 10 ريال، النهاردة نازل 8 ريال 95 هللة. تمر سكري رطب يعني احد المنتجات الرمضانية القوية جدا، الناس كلها طبعا بتشتري تمر في رمضان، في العرض ده حلو جدا 8 ريال 95 هللة. رمضان القوية في بندا على التمور، رمضان كريم وبندا عاملة كده التمور بطريقة حلوة جدا. في تمر الاصيل، تمر الاصيل اللي هو اللي قدامنا ده، الثلاث حبات نازلين، ثلاث حبات نازلين او ثلاث علب نازلين من 57 ل 32 ريال، 57 ل 32. وفي تمر صقيعي فاخر الاصيل ثلاث علب برضو نفس السعر 32 بدلا من 81. الصقيعي ده بيكون سعره غالي، فنزل الثلاثة هنا سعر حلو جدا 33 او 32، تلات علب 32 بدلا من 81، يعني التلاتة كيلو نازلين 32 ريال او 31 ريال 95 هلل. في انواع تانية برضو، في برضو هنا خلاص القصيم اللي هو الاصيل ده برضو نازل هنا التلاتة، التلاتة ب 32 برضو بدلا من 74 او بدلا من 75. في كمان تمور القصيم، تمور القصيم الاصيل هنا نازل برضو 3 كيلو او 3 علب من 87 ل 32، يعني عروض قوية جدا في التمور هنا في بند ده اللي هو نازل التلاتة بدلا من 87 نازل 33 ريال، عروض حلوة جدا في التمور في بند. في كمان دبس التمر هنا نازل من 25، 1.5 كيلو دبس التمر، 1.5 كيلو العبوة نازل 22 بدلا من 25. في تمر عرجون 400 جرام نازل من 46 ل 30 ريال، تمر عرجون ده نازل 30 بدلا من 46، ده 400 جرام. في تمر صفوة سيافا نازل من 23 ل 400 جرام ل 12 ريال، عروض التمور في بند. عروض ورق العنب المعلب في حدائق شطورة، 1.15 كيلو جرام نازلة من 27 ل 20 ريال، من 27 ل 20 ريال. كمان في هنا برضو عرض على اورلاند نزل العرض من 35 ل 24 ولكن الكمية خلصت، اورلاند وحدائق شطورة
في كمان عرض على اللي هو جاهز، يعني محشي جاهز على طول، في اللي هو فيكتوريا 2 كيلو نازل 28 بدلا من 2 كيلو، اللي هو فيكتوريا ده محشي بالأرز نازل من 46 ل 28 ريال. عروض الهيل للناس اللي محتاجة هيل في بند هذا الأسبوع، في هيل مهباج نازل عروض على كذا نوع، في هيل اكسترا، هيل اكسترا 250 جرام نازل من 45 ل 22.5، يعني عرض نصف السعر. كمان في هيل اكسترا جامبو مهباج برضو 500 جرام نازل من 83 ل 41.5، برضو نصف السعر. في كمان هنا هيل امبريال مهباج 250 جرام نازل 20 بدلا من 40، 20 بدلا من 40. دي عروض الهيل في مهباج في كذا نوع، كله نازل نصف السعر زي ما احنا شايفين كده. كمان من العروض اللي نازله في الهيل، هيل اخضر زينه 250 جرام نازل من 42 ل 28، من 42 ل 28، ده 250 جرام زينه اللي هو الاخضر. كمان في عرض على الجميل 250 جرام نازل من 43 ل 25، من 43 ل 25 اللي هو 250 جرام الجميل. كمان في من عروض الهيل، في هيل تاكتات ده نازل اكثر من نص السعر، ده 500 جرام نازل من 100 ريال، يعني توفير 60 ريال نازل ل 40 ريال. هيل تاكتات حب هيل 500 جرام تاكتات نازل من 100 ل 40، يعني توفير من 100 ل 40 توفير 60 ريال، ده اكثر من نصف ساعة. كمان في هيل اللي هو مجدي، حب هيل متوسط مجدي 75 جرام نازل من 30 ل 15 ريال، نصف الساعة، من 30 ل 15 ريال اللي هو المتوسط اللي هو الوسط. في برضو حب هيل اكسترا مجدي برضو نفس الشركة 80 جرام نازل برضو من 30 ل 15 ريال، ولكن ده 80 ده 75 اللي هو الوسط. دي عروض الهيل في بند هذا الاسبوع. كمان من عروض الهيل، في هيل حب عافية، حب كامل عافية 500 جرام نازل من 90 ل 60 ريال، من 90 ل 60 ريال، يعني توفير 30 ريال. كمان عرض حلو جدا على شرائح اناناس اللي هو دول 1+1 نازل نصف السعر، بدلا من 18 نازل 9 ريال، الواحدة 567 جرام، ده شرائح اناناس دول. كمان من عروض المشروبات، في عرض على عصير كي دي دي 1 لتر، وبيقول لك هنا لا يشمل الاناناس، لا يشمل الاناناس، يعني كل الانواع ما عدا الاناناس. في التفاح موجود، التفاح، في برضو المانجا والتفاح، الاناناس مش داخل في العرض. الاثنين الواحدة لتر، الاثنين حبة نازلين من 16 ريال ل 11 ريال 95 هلل. عرض على عصير الربيع، عصير الربيع اللي هو البرتقال، الكرتون اللي هو 30 حبة في 250 ملي نازل ب 48 ريال، 48 ريال بدلا من 59 ريال. العرض حلو جدا، كان بينزل 50 و51، النهاردة نازل 48 بدلا من 59. كمان في هنا عرض على عصير كوكتيل او التوت الربيع اللي هو 185 ملي في 18 حبة، نازل من 34.5 ل 27 ريال، 34 نازل 27 ريال. عروض الصلصة او معجون الطماطم، في عرض قوي جدا على لونة نازل 1+1 مجانا، او كمان في منتج تاني اسمه كي دي دي او لونة، ممكن تاخد واحدة كده او ممكن تاخد 1+1 مجانا بدلا من 28 ل 14 ريال، يعني الواحدة بتكون ب7 ريال، وده من اقوى العروض الموجودة في بند هذا الاسبوع عروض رمضان. كمان في عرض على معجون طماطم باندا،
معجون طماطم باندا نازل من 13 لـ10 ريال الباكت. كمان في معجون طماطم بيدر نازل من 14.5 لـ12 ريال، من 14.5 نازل 12 ريال.